رمضان كريم، وإن شاء الله إنه شهر بركة ورحمة على الجميع. مستمرين بدعم وتمكين إخواننا الفلسطينيين في صمودهم على أرضهم وفي بيوتهم ومقدساتهم، ومستمرين في مواجهة أي مخطط للتهجير. نحن بالأردن نوفر كل إمكانياتنا وجهودنا لتقديم المساعدات إلى أهلنا في غزة وبكل الطرق، وإنهاء هذه الحرب. أنا أعتقد المجتمع الدولي بدأ يرى الظلم والقتل والدمار. سيدي صاحب الجلالة، من واجبنا أن نثمن جهودكم المشرفة ومواقفكم الراسخة والثابتة في رعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، فأنتم أصحاب الوصاية عليها، وصاية هاشمية نعتز بها ونتمسك بها، شكلت صمام أمان لحمايتها من الأطماع والانتهاكات من قبل المتطرفين، وتحول دون تمادي الاحتلال وغطرسته واعتداءاته عليها. In addition to the pressure on our communities because of the present hostilities, we are witnessing the misuse of moral values as well as biblical verses and teachings to justify sacrilege against holy places and violence against human beings, and the heads of the church stand against such manipulation of religion for political agendas. We all support the efforts undertaken by Your Majesty the King to send humanitarian aid to Gaza. The Christians in Gaza highly extend to Your Majesty greetings, appreciation, thanks, and gratitude for all the assistance that Jordan has provided, continue to do so, and will continue to do so in support of the brothers and sisters in Gaza. إن هذه الإجراءات ونصب الكاميرات للمراقبة لا يمكن بحال من الأحوال أن تمنع عمار المسجد الأقصى المبارك المدافعين بإذن الله تعالى بشد عزيمتكم ومؤازرتكم. لا يمكن أن يتخلى الركع السجود في المسجد الأقصى بعون الله مع دعمكم المتواصل عن إعمار هذا المسجد ورعايته.